السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. لا فيديو اللي كتخص لا برودكسيون دو ليكري، فرد من فروض المراقبة المستمرة المرحلة الثالثة بالي 3 بوغ لو نيفو 6 اني دو لونسينيومون بريمير، المرحلة الثالثة من فروض المراقبة المستمرة الدورة الثانية الموسم الدراسي 2021-2022 واللي كيخصو اللغة الفرنسية المستوى السادس ابتدائي. إذا لأول مرة كيشوف القناة ديالي، مرحبا بيه ومرحبا بكل متتبع جديد عاد انضم للقناه، كنرحب بك وادعوك على الاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلوك جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كاين بزاف ديال الفروض اللي درتهم في القناه اللي كيخصوا ماده النشاط العلمي، درت لكم ثلاثه ديال النماذج الخاصه بالمستوى السادس، وكذلك اللغه الفرنسيه درنا لا كومبريونسيون دو ليكري، لا غرامير، لا كونجوغيزون، لورتوغراف، ليكسيك، اي اوجوردي لا برودكسيون دو ليكري ان شاء الله. اذا مرحبا بكم ومرحبا كذلك بالمتتبعين الاوفياء اللي دائما مساندين القناه واللي كنطلب منهم انهم يبارطاجيو اكثر ما يمكن مع الاصدقاء والصديقات ديالهم باش تعم الفائده وان شاء الله يكونوا المستفيدين كثار وكثار ان شاء الله في هذه القناه. مرحبا بكم. اذا لا برودكسيون دو ليكري عندي دو كاستيون ايسي، كل سؤال عليه خمسه ديال النقط. دونك لا بروميير كاستيون سي مي اون اوردر لو تيكست سويفون ان ايكريفون لي نيميرو دو 1 ا 6 دون لي كاز كي كونفيان. دونك عندي سته ديال الجمل غادي نحاول نرتبهم من واحد حتى لسته باش نحصل على واحد لو تيكست اللي هو مفهوم، واحد النص اللي هو عباره عن نص مرتب بشكل صحيح. صافي، من طبيعة الحال حنا في هذه الوحدة الثالثة قرينا في لا برودكسيون دو ليكري درس ديال ميتر اون اوردر ان تيكست ا كاركتير انفورماتيف كي سو رابورتون او سيونس اي تكنولوجي. دونك حنا قرينا وكيفاش نرتب المكونات ديال واحد التكست انفورماتيف اخباري على ياش على الموضوع ديال العلم والتكنولوجيا اللي هو العنوان ديال الوحدة. صافي، دونك هنا قلنا بانه كيفاش خصنا نرتبو، كنرتبو اول حاجة يعني على شكل بحال العربيه، يعني المقدمه العرض الخاتمه. المقدمه شنو كيكون فيها؟ كيكون فيها لا ديفينيسيون ديال داكشي اللي باغيين نهضروا عليه. دونك لاحظوا هنايا قبل ما نرتبوا نقراوا بعدا. بروميييرمون يعني اولا، بور موا جيم انترنيت باسكو سي تري اوتيل بور فير دو لا ريشيرش. دونك بروميييرمون اولا انا كنبغي الانترنيت حيتاش كينفع بزاف باش نديروا الابحاث ديالنا. ما تكنولوجي اي تري امبورطون دو نو جور، تكنولوجيا مهمه بزاف في يومنا هذا. باسكو اون لوتيليز لا بلوبار دو طون بور بريسك تو، حيتاش كنستعملوه في غالب الاوقات اولا تقريبا كنستعملوه غير هو غير في الانترنيت. اونسويت من بعد انترنيت نو بيرمي دو ريستي اون كونتاكت افيك تو الموند. الانترنيت كتمكننا اننا نبقاو ديما مرتبطين مع العالم كامل وفي تواصل مع العالم كامل. دونك انترنيت سي utile quand on sait bien s'en servir. يعني الانترنت هي مفيده خصوصا ملي كنعرفوا نستعملوها، يعني الا استعملناها بطريقه صحيحه. puis من بعد au lieu de lire un livre on cherche la facilité، عوض اننا نقراو واحد الليفر واحد الكتاب كنساراو على السهله. مي اون باس ترو دو طون سور انترنت، ولكن حنا كندوزو بزاف ديال الوقت في انترنت. اذا نرتبوا، دونك اول حاجه قلنا هي لانتروداكسيون يعني المقدمه. المقدمه كتكون عندنا لا ديفينيسيون ديال داكشي اللي غنهضروا عليه. دونك هنايا كنهضروا على انترنت لا تكنولوجي. دونك هنا اول حاجه اول جمله هي هذه، لا تكنولوجي اي تري امبورطون دو نو جور باسكو لوتيليز لا بلوبار دو طون بور بريسك تو. صافي، من بعد كتجي بروميييرمون، اولا بروميييرمون بور موا جيم انترنت باسكو سي تري اوتيل بور فير دو لا ريشيرش. ابري كنديرو 3 هي هذه، اونسويت من بعد 3 يعني. ensuite internet nous permet de rester en contact avec tout le monde، يعني هذا الانترنت كتمكننا اننا نبقاو في تواصل دائما مع العالم كامل. et puis au lieu de lire un livre on cherche la facilité 4. et après mais ولكن on passe trop de temps sur internet. وفي الاخر donc اللي هي كونكلوزيون، اللي هي فيها كندير واحد لا كونكلوزيون يعني الخاتمه، يعني واحد الملخص داكشي اللي كنا كندويو عليه. صافي، دونك نقرا هاد لو تيكست اللي حصلنا عليه. لا تكنولوجي اي تري امبورطونت دو نو جور باسكو اون يوتيليز لا بلوبار دو طون بور بريسك تو. بروميييرمون بور موا جيم انترنت باسكو سي تري اوتيل بور فير دو لا ريشيرش. Ensuite, Internet ne permet de rester en contact avec tout le monde. Puis, au lieu de lire un livre, on cherche la facilité.
utilité, mais on passe trop de temps sur Internet. Donc, Internet, c'est utile quand on sait bien s'en servir. De zoom maintenant, la deuxième question, suivez avec moi, toujours. La deuxième question, recopiez ce texte en mettant les phrases dans l'ordre. Donc, on va essayer le texte, donc, les satellites Mohamed 6. Donc, يعني الأقمار الصناعية محمد السادس. سي تاليس ألينيا سبيس كي a conçu la charge de ce système. دونك هاد الشركة هادي هي اللي تكلفات بهاد لو سيستيم النظام ديال لي ساتيليت ديال هاد الأقمار الصناعية. محمد سيس est un système de deux satellites de reconnaissance et d'observation de la Terre A et B. دونك محمد سيس est un système de deux satellites. هو واحد النظام ديال جوج ديال الأقمار الصناعية de reconnaissance ديال استطلاع وكذلك ديال المراقبة ديال الأرض A et B. La surveillance de l'immigration clandestine n'est pas exclue. La surveillance يعني المراقبة ديال الهجرة السرية n'est pas exclue يعني ماشي ما دخلاش هي في هاد لي ساتيليت. Quant à la conception de la plateforme satellitaire, elle revient à Airbus. باش يديروا داك المنصة ديال هاد لي ساتيليت ديال هاد الاقمار الصناعيه رجعونا ايربو اها لو سيستيم اي كونستروي بور لو كونت دو سونتر رويال دو تيليديكسيون سباسيال ماروك دونك هاد النظام تبنى برعايه يعني المركز الملكي ديال المراقبه الجويه المغربيه صافي لو ساتيليت ا ايتي لونسي دونك ساتيليت ا يعني القمر الصناعي ا الاول تلونسا في 8 في شهر 11 2017 اي لو ساتيليت B في 21/11/2018 صافي لو ساتيليت محمد 6 A permet d'observer le territoire national دونك يمكننا اننا نشوفو التراب الوطني ميتيو الطقس وكذلك لاغريكولتور الفلاحه صافي دونك نبداو اول حاجه غادي نبداو نكتبو لو تيتر هما هو لي ساتيليت لي ساتيليت محمد 6 اول جمله هي فين كنديروا ديفينيسيون ديال هاد لي ساتيليت يعني التعريف ديال ساتيليت تعريف ساتيليت كاين في بي صافي دونك اول جمله غنكتبوها هي هذيك صافي دونك ان هي هذه دونك محمد 6 بمايا اي تان سيستيم دو ساتيليت de reconnaissance et d'observation de la Terre ياك de la Terre donc A et B زعما كاين deux satellites A B هادي مشات لينا دو هي هادي دونك اللي تكلف بهذا المشروع دونك دو C'est Thales Alenia Space qui a conçu la charge de ce système. La charge de ce système. Et après, quand à la conception de plateforme, elle menace ça. Donc, quand à la conception de la plateforme satellitaire, elle revient à Airbus. D'accord? Après, il y en a quatre ici. Le système est construit pour le compte du centre royal de télédétection. Spatial Maroc. Et après 6 et G, le satellite
محمد لو ساتيليت محمد 6 a permet d'observer le territoire national donc pour Météo Météo et agriculture d'accord 6 donc bien pardon bien pardon bien pardon نسيت واحدة هو لو ساتيليت ها لو ساتيليت دونك انا درت واحد هاي دونك واحد هنا جوج ثلاثة أربعة خمسة نسيتها نسيتها خمسة هي هذه وستة عاد هذه دونك سانك غنزيد هنايا قبل هاد لو ساتيليت محمد سيس غنزيد لو ساتيليت ساتيليت أ أ إي تي لونسي صافي هادي نسيتها هنايا انتبهوا لها نتوما دونك هذه هي اف صافي اف موراها هذه وكتجي موراها اخر حاجه هي هذه داك لا سيرفيونس دو ليميغراسيون يعني ما داخلش صافي لا سيرفيونس دو ليميغراسيون كلانديستان ني با اكسكلو صافي دونك هذا هو الترتيب الترتيب كيجي بي من موراها كتجي ا آه من موراها كتجي دونك 1 2 برا كتجي دي من موراها كتجي بي 1 2 3 4 كتجي او 5 كتجي اف 6 كتجي جي اي 7 كتجي سي صافي دونك هذا هو الترتيب كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا في قناه تربويه مع الاستاذ محمد البخاري في هذا الفرق فيديو دعموا القناه بالاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم كنت معكم انا الاستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته